أطلقت وزارة الثقافة مساء اليوم الأحد 5 سبتمبر العمل المسرحي الغنائي وطني شمس، وبمناسبة احتفالات المملكة بمئوية تأسيس الدولة الأردنية وتحت رعاية ملكية سامية، تزين جبل القلعة بنخبة من الفنانين الأردنيين بين ممثلين ومطربين، وكان إخراج العمل للفنان محمد ضمور وألحانه للفنانة ليندا حجازي والتوزيع الموسيقي للفنان يارو بسميرات بمشاركة فرقة جامعة الاستقلال للاستعراض. وكونه عمل مسرحي وغنائي في نفس الوقت جمع مجموعة من نخبة الممثلين الأردنيين والمطربين الأردنيين في نفس الوقت على خشبة المسرح، ومن بينهم وعلى رأسهم الفنان القدير عبير عيسى، الفنان محمد المجالي، حابس حسين، حسن خمايسة، وسام البريحي، خليل شحادة، بكر قباني، بالإضافة لأصوات أردنية جسدت بعض الشخصيات مثل الفنان محمد بشار، نبيل سمور، أحمد رامي، والفنانة هيفاء كمال اللي تألقت بدورها كمطربة وممثلة على خشبة المسرح، وكذلك الفنانة بيسان كمال. أما حضور الطفلة إمام بيشة على خشبة المسرح بصوتها العذب كان له الأثر الكبير في نفوس الحاضرين. انقسمت المسرحية لعشر مشاهد رئيسية، كل مشهد بيجسد حقبة زمنية ابتداء من فترة المؤابيين والملك ميشع مروراً بأهمية نهر الأردن وقداسته، عماد السيد المسيح، وينتقل المشهد لحضارة الأنباط والأثر الكبير للحارث الرابع المجسد في مدينة البتراء. وبيأكد العمل على رسالة الإسلام والعقيدة السمحة في نشر السلام والعلم، وبين أهمية الأرض والتاريخ والإنسان الأردني اللي بنفتخر فيه، ودور المرأة الأردنية مصنع الرجال، ومنارة الشموخ وقوة الإرادة في لوحة العراق اللي جسدت دور المرأة الأردنية في صنع القرار والثورة على الظلم لتبدأ الثورة العربية الكبرى، ويبدأ معها عهد من شموس الهاشميين، ويظهر الشريف حسين وهو يطلق الرصاصة الأولى إذاناً بالثورة العربية الكبرى، ثورة الإنجاز، ثورة الشموخ والفخر. ملوك، أكارم، هاشميين، خيمة الأردنيين. يستعرض العمل إنجازات جلالة الملك المؤسس عبد الله الأول طيب الله ثرى، ووضع جلالة الملك طلال الدستور الأول في تاريخ الأردن. وبيتضمن هذا المشهد إنجازات الملك الباني الملك الحسين طيب الله ثرى. يستعرض مشهد القرية دور الفلاح الأردني في عطائه للأرض وللإنسان وللوطن. وفي مشهد عمان بيظهر النشمي في لباس الجيش الأردني حامي الوطن وسلاحه الأول. ويختتم الأوبريت بأغنية وطني شمس أداء الفنان يحيى سويس والفنانة نتالي سمعان، أغنية جسدت محبة وانتماء كل الأردنيين للأرض والوطن وعمان، على رأسها جلالة الملك المعظم عبد الله الثاني حفظه الله. 100 عام من شموس الهاشميين، كل عام والوطن وسيد البلاد الملك المفدى عبد الله الثاني بألف خير.